أول أيام العام الدراسي الجديد قام وزير التربية والتعليم الفني بجولة تفقدية على عدد من المدارس التابعة لمحافظة القليوبية للاطمئنان على سير العملية التعليمية. في خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع بتنتهي عمليات الصيانة المتبقية، لكن الطلبة عندهم أماكن مؤمنين أنهم يبدأوا عام دراسي مستقر لحين استنتهاء الصيانة البسيطة اللي في بعض المدارس زي المدرسة اللي احنا موجودين فيها. فيها صيانة ما انتهتش، لكن الأماكن اللي موجودة تؤمن بدء عملية تعليمية للطلاب لحين الانتهاء من أعمال الصيانة المتبقية. عملنا صيانة لأكثر من 350 مدرسة من المدارس اللي موجودة عندنا، واللي هم دول مقررين عدد بسيط جدا بيستكمل حاليا وينتهي في خلال الأيام اللي هم كانوا فيهم امتحانات. كل الأمور المستقرة عندنا. وخلال الجولة التي ضمت ثلاثة مدارس أكد الوزير على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتسليم الكتب المدرسية دون التقيد بدفع المصروفات. الكتب الطبع منها أكثر من 90% زي ما صرحت قبل كده، 85% مما تم طباعته وصل للمديريات. إن شاء الله نتعشم بأمر الله، وفي توجيهات مشددة صادرت بهذا الخصوص ان في غضون اسبوع او 10 أيام الكتب اللي اتطبعت تكون وصلت لايدين التلاميذ دون الاشتراط بدفع المصروفات. وعلى الجانب الاخر اعرب الطلاب عن سعادتهم بزيارة الوزير لهم لاول مرة وحماستهم في بداية العام الجديد. اول سنة اشوف فيها الوزير، كان نفسي بصراحة من زمان ان انا اشوفه، وان شاء الله اول يعني سنة تبقى جديدة علينا وكويسة بمناسبة الوزير ان هو جه هنا. يوم حلو النهاردة، وخاصة النهاردة اول يوم في الدراسة، وكمان بشوف اصحابي اللي انا ما شفتهمش طول الاجازه، طبعا اكيد وحشوني. يعني اول مره الوزير يجي المدرسه عندنا، بقى لنا 3 سنين، يعني انا بقى 3 سنين في المدرسه، الوزير اول مره يجي في 3 سنين دولت، ويا رب يبقى في تقدم في وزاره التربيه والتعليم، بس مش في التعليم الفني بس. وفي اطار الزياره التي قام بها الوزير لعدد من المدارس اكد حرصه على متابعه المدارس التي يوجد بها قصور ليتمكن من معالجتها في اسرع وقت ممكن لضمان اكبر قدر من الاستفاده للطلبه والطالبات خلال العام الدراسي. ايا جمال الدين، البيت بيتك.